أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية جاسم البخاتي عن وقوف أشخاص متنفذين خلف شركات الاتصالات للتغطية على الفساد المتفشي في هذه الشركات. وقال جاسم البخاتي إن وزارة الاتصالات من المفترض أن تعمل على رفض الموازنة بمبالغ كبيرة من خلال جباية الأموال من شركات الاتصال، لكن العجز في الوزارة يقدر ب 700 مليار دينار نتيجة عدم سيطرة الوزارة على شركات الاتصالات. أضاف أن أشخاص متنفذين يسيطرون على شركات الاتصالات بحيث لا يستطيع أحد إلزامها بتسديد ما بذمتها من ديون للدولة. أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن بلوغ الصادرات النفطية لكردستان العراق أكثر من 600 ألف برميل يوميا بواردات تصل إلى 12 مليار دولار سنويا دون علم الحكومة في بغداد. وقال عضو لجنة النزاهة خالد جواد إن كردستان العراق يصدر الآن 461 ألف برميل يوميا إضافة إلى 150 ألف برميل يوميا بطريقة التهريب لغرض عدم تسجيلها، مشيرا إلى أن معدل الصادرات اليومي لكردستان العراق من ثلاث محافظات يصل إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا. وتابع خالد جواد قائلا إن جميع تلك الصادرات لم يصل من وارداتها شيء إلى بغداد، وليس لدى حكومة عبد المهدي أي معلومة عن مصير الأموال المتحصلة عن هذه الصادرات. قالت هيئة النزاهة أنها ضبطت 71 سيارة معدل التهريب في حاويات في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة. وأضافت الهيئة أنها ضبطت 8 شاحنات محملة بحاويات محملة ب30 سيارة مختلفة الأنواع والموديلات معدل التهريب وممنوع دخولها أصلاً للبلاد كونها دون الموديل المسموح، مبينة أن العملية أسفرت عن ضبط مسؤول وحدة السونار في جمرك أم قصر الشمالي الذي ساهم هو الآخر في محاولة التهريب. وأشارت الهيئة أن التصريح الجمركي تم على أساس أن الحمولة عبارة عن أواني منزلية، وهو ما يفوت على الدولة ملايين دنانير. أعلن مصرف الرافدين أن فروعه هي الجهة الوحيدة التي تمنح القروض للموظفين والمتقاعدين. وقال المصرف أن منح القروض للمتقاعدين وموظفي الدولة المتوطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروعه التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بالمنح. وحذر المصرف من التعامل مع أي جهة أخرى تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة. وكانت بعض الجهات قد تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها حصلت على ترخيص لصرف القروض للمتقاعدين مقابل عمولات بسيطة، وهو ما أنكره المصرف في بيان لها. قال دائرة صحة كربلاء إنها أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أضافت الدائرة أن المواد الغذائية التي تم إتلافها ضبطت في عدد من المحال التجارية وأسواق البيع بالجملة والمطاعم والباعة المتجولين، مشيرة إلى أنها تم العثور عليها في أحد مستودعات تلك المحال، على حيث تم العثور على 7 أطنان و719 جراما من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. من الجدير بالذكر أن ظاهرة الأغذية الفاسدة قد تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد تراخي الجهات الحكومية الرقابية في القيام بعملها. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.